الطريق كان السائق أدار أغنية لأم كلثوم رحمها الله أمل حياتي يا حبي الغالي ما يتنسيش يا أحلى كلمة سمعها قلبي بلا لما صارت تغني بوجهي تقول خليني جنبك خليني في حضن قلبك كنت ما شعرت بنفسي لو أنا أبكي بكاء شديد الله وأتذكر المحبوب حتى لم أتنبه إلى المحطة التي ينبغي أن أنزل بها وتجاوزتها بمحطتين تقريبا فاضطررت أن أنزل وأركب مرة أخرى لأرجع إلى المكان بقيت أسأل هذه الأغنية لمن فإذا بالأغنية لمؤلف شاعر معروف اسمه الأستاذ أحمد شفيق كامل مرت السنوات قلت له يا أستاذ أحمد يعني القصيدة أمل حياتي أبكتني في من كتبتها فنظر إليها كذا نظرة الإنسان الذي فوجئ بالسؤال بشكل قوي نظرة قوية قال لي أقسم بالله يا مولانا نظمتها في الروضة الشريفة أمل حياتي وإنت عمري نظمتهما في الروضة الشريفة أخاطب بهما الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد يعرف هذه القضية إلا السيدة أم كلثوم والأستاذ محمد عبد الوهاب الملحن ما كانت الناس تعرف أن هاتين الأغنيتين نظمتا في الحديث صلى الله عليه وسلم قلائل الذين يعرفونها وكان الناس يتهادون هاتين الأغنيتين في مخاطبة المحب لحبيبته شاب أحب فتاة أو فتاة أحبت شاب كل منهما يهدي الثاني أو هو يبيت يعني يتنهس ويتنهد ويتنفس العبرات على كلام إحدى الأغنيتين وهو مستحضر المحبوبة